في ليلة مظلمة بصخب الرياح وهدير الأشجار، كان هناك ثوب مهجور في الغابة، محاط بالشائعات والقصص المريبة. عمر، الشاب الشجاع، قرر الكشف عن الحقيقة. وصل إلى الكوخ ودخل بحذر وواجه الظلمة والأصوات الغريبة. وصل إلى الباب المغلق وسمع همسات غامضة. حاول فتحه وفجأة شعر بلمسة باردة على كتفه، وسمع صوت مخيف يناديه بشكل غامض.